اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من سوق السبت اغلموس بتاريخ 13/5/2023، افتتاحيه من سوق السبت. تبارك الله ما شاء الله الاخوان، الحال يلاه تيفجر. الناس اللي تفرج فينا الاخوان بصح تفاعل معنا في القناه، تخلينا البصمه، تحياتي للجميع. افتتاحيه الاخوان، خير تبارك الله موجود، الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله. المهم الاخوان، نتسناو ان شاء الله نحط لكم فيديو ديال الخروف الحولي الخروفه، والله يسخر الجميع، ولا يسخر الله ان شاء الله، غادي نحطوا شي لايف، نتمنى من الله التيسير. تبارك الله الخير موجود الحمد لله. شحال الراس عطيني هنا؟ 48 تبارك الله، 48 2400 درهم تبارك الله. غير ديال هنا ديال كلموس؟ ديال منت. منت تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. الاخوان افتتاحيه ان شاء الله، الله يدير الخير ان شاء الله. نصبروا شويه على ما يرسى السوق يبان الثمن ونفتتحوا. شحال الريس عطاو هنا؟ شحال عطاو هنا؟ عطاو 40 و500. 40000 و500 2025 درهم. تبارك الله جميع الاصناف موجوده، الله يدير الخير. هادي الاخوان عطينو 2050 درهم اللي كانوا عطينو، نتمنى من الله التيسير. شحال فاش بقات هادي الرايس؟ 53 53 2150 درهم فاش بقات دابا. المهم الاخوان الناس تتفرج فينا، ما تنساش تفاعل معنا في القناة، تخلينا البصمة، تحياتي للجميع. مازال ان شاء الله الاخوان كما قلنا نحطو الفيديوهات على ما يرسى الثمن، تبقى السلعة تخرج ان شاء الله. وراه شي